شكرا. يا اخي انا اعشق الفواكه. والفواكه تعشق. انا اقصد ان يعني احب الفواكه لان مشكله، يعني احب التشكيله اللي فيها، فيها صفرة والحمراء والخضراء مثل البنات بالضبط يعني. انت دماغك تعجبني قوي. حلال شاط تفضلي. خدها يا ريت ولا يا ابو عبد الله الدهاني احذف. شلون تنفخ دمك بجد؟ سكر 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 رمش عيونك يا اسمر احلى من العسل. ترارارام احلى من العسل. ترارارام لذيذ ما شاء الله عليك يا ابو عبد الله. شربات نقط عسل. لا وايه ضحكته؟ جنان يا ابو ضحكه جنان. ترارارارام مليانه حنان. انا افضل ان احنا نتكلم في الشغل. يعني انا ان شاء الله. اسكوزمي يعني شو ضميرك ده يفضل واقف كده ولا ايه؟ هذا الشهر الفضيل. ما شاء الله بالشهر الفضيل. طب ممكن حضرتك تمشي بقى وتروح وتجينا بعد رمضان نكون فطرنا كده. حكم الشغل اسرار. ايوه ومعاك سنيد الكحك والبيتي فور. استاذن يا عبد الله. ايه توكل على الله. خلاص روح وخذ معاك شعبان ورجب ولا ترجع لبعد شوال. دمك زي العسل. انا احب اتكلم في الموضوع مباشره. انا قررت او بالاحرى نويت ان شاء الله اني انا اشتري الارض اللي في اكتوبر. الحوريات ايش رايهم؟ الحوريات بيقول لك الف مبروك. اشتري حلال عليك. انت بلدك هنا مصر ام الدنيا. انت على راسنا والله يا ابو عبد الله. الحوريات شايفين ان دماغك دماغ رجل اقتصاد رائع من الدرجه الاولى. وعشان نكون واضحين معاك وتكون واضح معانا وما نضيعش وقتك، الراجل بتاعنا مش عايز يبيع الارض عشان لا سمح الله محتاج فلوس ولا حاجه. لا 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 ابدا. غني 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 وعنده فلوس كوام كوام كوام. ايوه طبعا يا ابو عبد الله عنده فلوس كتير قوي. عشان كده هو بيفكر في فكره جديده انه يبدل، يبقى هياخد بدلها ارض، مول تجاري، نادي، ملعب، حاجه زي كده. ايه رايك؟ حتى انا عندي قطعه ارض في الغردقه. الله عليك. يعني سحر. يا وبعدين على فكره انا بعد ما احب البيع، يعني لان عندي واحد صاحبي يبي يشتري الارض، فيعني نحط فلوس واحنا اصحاب اكيد تصير مشاكل. نفس الرغبه عند الراجل بتاعنا. هو في الحقيقه الارض دي كان عاملها منتجع سكني. أوكي. وكان كاتبها باسم مراته، بس اتخانقوا بقى. انت عارف مشاكل الرجاله والضرايب وكده. طلعها. يلا ما تشوف شر. المهم انا ابي اخلص من هالموضوع. شلون؟ الورق كله كامل معاك؟ ايه موجود جاهز. حضرتك تحضر لنا الورق نعرضه على المستشار القانوني الصبح باذن الله من دون شر. تروح تتفرج على الارض وتعينها وهتعجبك وتشتريها والف مبروك. خلاص. اذا في المناسبه السعيده هذه اسمحوا لي اني انا اقول لكم اني انا الليله عازمكم على سهره جميله لطيفه حبيبه ظريفه كل شيء. ايش رايكم؟